أعزائي المصريين، كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة ومصر دايماً بخير وفي عزة وفخر. بنحتفل بالذكرى 41 لعيد تحرير أرض غالية علينا جداً، أرض سيناء العزيزة، يوم 25 أبريل. هذا اليوم يعني بالنسبة للمصريين كتير، خليني أقول يعني يوم مهم جداً، لأنه تتويج لمعركة كان خليني أقول إنها حرب وسلام. 25 أبريل كان يوم فاصل في حياة المصريين بعد سنين كتيرة جدا عاشها المصريين في أزمة كبيرة. خليني أقول إنه الجيش المصري قدر إنه يحقق في انتصارات أكتوبر انتصار استعاد العزة والكرامة للإنسان المصري. تلت هذه الانتصارات معركة أخرى خضتها الدبلوماسية المصرية من أجل عودة آخر ذرة رمل في سيناء. خلونا نتكلم عن سيناء، وخلونا نتكلم على اللي حصل في هذه الفترة وما تلتها والنتائج اللي احنا عايشين فيها لغاية دلوقتي. أنا سعيدة النهاردة إن أنا بكون في ضيافة سيادة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج. دكتور سمير، كل سنة وحضرتك طيب، وما فيش أحسن منك اللي اتكلمنا عن اليوم ده. كل سنة طيبة، وكل سنة والشعب مصر طيب، وجيش مصر طيب، ورئيس مصر طيب، وإن شاء الله نحتفل دايما بأجمل انتصارات، لأن انتصار عودة سيناء ده ملحمة في التاريخ الحديث المصري. صحيح. ونتكلم بقى عن سيناء؟ لا، عايز أتكلم الأول بالنسبة لحضرتك، اليوم ده بالنسبة لك إيه؟ تفتكر؟ طيب، لا مش هنقول اليوم ده أولا، لازم نقول وإحنا بندردش قبل اللقاء، سيناء ليه مهمة لمصر؟ عبر التاريخ كانت سيناء هي البوابة لأي دخول معتدي لمصر عبر سيناء. 4000 سنة الهكسوس جولنا منين؟ من سيناء. 4000 سنة. قمبيز 515 قبل الميلاد. وبعدين دخلنا بقى في الحروب الصليبية والتتار، كل ما حاجة جت لمصر كانت لنا منين؟ من سيناء. عمرنا ما جانا حاجة من لا من الغرب ولا من الجنوب. هي سيناء بوابة الدخول لمصر. ليه؟ وآخرها ليه؟ هي مكانها جغرافيا. جغرافيا مكانها، لأن سيناء طبعا في الناس مش عارفة، سيناء في آسيا. فكل اللي جاي من اسيا، الهجرات المغول للحرب بتاعه الصليبيه، كل ده جانا منين؟ حتى لما احنا رحنا افتتحنا بيت المقدس من دخلنا الى من سيناء من صلاح الدين الايوبي. فهي سيناء البوابه بتاعه مصر عبر التاريخ. سيناء بتمثل عشر مساحه مصر. طيب احنا اما عشان تحس بقيمه الانتصار، شوف حجم الهزيمه بقى اللي كنت فيها. 5 يونيو إسرائيل هجمت على مصر. أنا كنت في الكونتيلا يوم 5 يونيو الصبح، ضابط ملازم أول في ماسك ضابط صلاح الكتيبة، وعلى كان البرج الإسرائيلي 1200 متر. اتضربت قواتنا الجوية الساعة 9 الصبح يوم 5 يونيو، إسرائيل قامت بالهجوم البري. أخش على 9 يونيو، اتضربنا وانسحبنا ومشيت على رجلينا لحد ما وصلنا قناة السويس. يوم 9 يونيو أسوأ يوم في تاريخ مصر، في تاريخ مصر في العصر الحديث. ليه؟ 9 يونيو 67 العلم الإسرائيلي على الضفة الشرقية القناة. أنا عايز الناس بس تفتكر إن النهاردة 60 مليون ما حضروش الفترة دي. أدي قناة السويس، الضفة الشرقية، العلم الإسرائيلي مرفوع، جيشك متدمر بالكامل في سيناء. إحنا ما فيش دبابة مدفع ولا حاجة رجعت من سيناء، كله اتدمر. والساعة 5 بالليل عبد الناصر بيتنحى. هتشوف يوم أسوأ من كده في حياتك؟ جيشك متدمر، العدو الإسرائيلي في على الضفة الشرقية للقناة، وعبد الناصر رئيسنا اللي أنا حبيته ودخلت الجيش عشان بحب عبد الناصر، بطل القومية العربية، قائد منكسر. في اليوم ده بقى إسرائيل احتلت سيناء بالكامل، احتلت من الأردن الضفة الغربية، احتلت من سوريا الجولان. الثلاث دولت اسرائيل خدتهم، واسرائيل كانت بتفتخر. انت عارفه الثلاث حاجات اللي خدتهم 10 اضعاف مساحه اسرائيل. شوف النصر العظيم عشان يقول لك احنا قد ايه قسينا. طب النهارده مين اللي استعاد ارضه كلها؟ مصر. النهارده الضفه الغربيه اللي احتلتها ما زالت تبع اسرائيل.
الجولان تبع اسرائيل. شفت العظمه بقى انك انت في مصر قد ايه عظيمه، انها الدوله الوحيده اللي احتلت ارضها، خدت ارضها بالشبر، وهنتكلم عنها دلوقتي. خلاص بدينا بقى حرب الاستنزاف 6 سنين. احنا استعدنا سيناء ناس مش عارفه، 4 معارك، معلش هتفاجئ النهارده، 4 معارك. اول معركه 73، الله يرحمه الرئيس العظيم انور السادات اتخذ قرار الحرب، ودخلنا الحرب باسلحه دفاعيه مش اسلحه هجوميه. 6 يوم 6 اكتوبر تحمنا قناه السويس، خط بارليف، استعدنا من سيناء 15 كيلو. فدي المعركه الاولى، المعركه العسكريه. جت المعركه الثانيه ان احنا عايزين نسترد بقيه سيناء، فراح المعركه السياسيه الثانيه، مش كده بقول لك 4 معارك. المعركه الثانيه راح كامب ديفيد ومع مناحم بيجن ومع كارتر الرئيس الامريكي، قعد 4 5 ايام في منتجع كامب ديفيد. السادات قال له مش هنمشي من هنا الا لما نخلص، ما انت عارف الاسرائيليين بقى يرجع عشان ياخد حاجات زياده. وحققنا المعركه السياسيه الثانيه ان احنا اتفقيه سلام وخدنا سيناء بالكامل. يبقى دي المعركه الايه؟ الثانيه. واحنا بننفذ المعركه دي الثانيه وبنستسلم سيناء، انت عارف الاسرائيليين يهود. قال لك ايه؟ ده العلامه 91 طبعا دي بتاعتنا. بتاعتكم؟ قال اه. كان بقى الرئيس مبارك الله يرحمه موجود. عمل ايه؟ قال نستلم وزي ما اتفقت كامب ديفيد نرجع للتحكيم الدولي. معركه ثالثه، سنتين يا رشا. قعدت الناس كلها، مصر كونت لجنه لاسمها معركه طابا. سنتين. مش هنتكلم بقى عملوا ايه، لكن الناس عشان ما تعرف، الناس راحوا اسطنبول. ايام الامبراطوريه العثمانيه كانت 600 سنه، جابوا من اسطنبول الخرايط اللي فيها مصر وحدودها وحدود فلسطين. راحوا انجلترا لان الفلسطيني كانت تحت الانتداب البريطاني. جبنا الخرايط اللي عليها فلسطين. دخلنا في المحكمه في التحكيم وكسبنا. فدي المعركه كانت الثالثه. في معركه رابعه؟ اه طبعا. انا في 82 كنت قائد كتيبه في سيناء. كامب ديفيد لما عملت الاتفاقية قسمت سيناء 3 مناطق، منطقة ألف وب وجيم. منطقة ألف قوات عسكرية، وأنا كنت في 82 قائد كتيبة مقدم أركان حرب وقائد الكتيبة في المنطقة ألف. المنطقة ب تبقى اللي كامب ديفيد عبارة عن قوات شرطة وأمن مركزي. المنطقة جيم مفيهاش حد، تلت سيناء لحد خط الحدود. لأ يوم أنا زعلت ليه؟ أنا كنت قائد كتيبة وعربية الجيب، فقلت عايز اطلع اشوف ابو عجيله اللي انا خدمت فيه او متخرجت، عايز اشوف الخط الحدود اللي انا قعدت فيه كونتيلا سنه. فجيت اطلع، قالوا لي تطلع فين؟ هطلع. قال لك لا، ده كان بديفيد العربيه الميري العسكري ما يخشش المنطقه الف، ولا انت عايز تروح اقلع بدلتك وروح مدني. ضايقت لان سينا رجعت هنا بالكلام بقى بالاغاني. سينا ما رجعتش لانك انت بدام انت قواتك ما وصلتش لخط الحدود يبقى انت ما حققتش السلام وما حققتش انك امنت حدودك. الرئيس السيسي السنه اللي فاتت عمل ايه؟ قابل بنيت رئيس الوزراء الاسرائيلي. دي المعركه الرابعه بقى. والناس بقى قابله ليه؟ الناس مش فاهمه وتهاجم اي حاجه. قال بنيت تعالى بقى، احنا بقى لنا دلوقتي 40 سنه 50 سنه في سلام. تمام؟ عايزين نكمل الاتفاقيه وان احنا قوات نلغي بقى الف، منطقه الف والمنطقه ب وجيم، ولغى كل الكلام ده واصبحت قواتنا المسلحه النهارده واصله لخط الحدود. صدقني يا رشا انا قلتها قبل كده في كذا مره، انا سعيد النهارده ان انا في يوم من الايام هموت واقابل رب كريم وان قواتنا بقت واصله على خط الحدود. طب عايز اقف عند النقطه دي، يعني سياده الرئيس في لقاء من اللقاءات في احدى المحافل والافتتاحات قال إن أيام 2011 لو تتذكر هذه الأيام السيئة وما بعدها والإرهاب، وحنيجي للنقطة دي، إنه كان بيحاول إنه بيعمل التنسيق ما بينه وما بين إسرائيل علشان خاطر ننقذ اللي بيحصل. في شباب كتير وفي ناس كتير بيودوها في اتجاهات ما هي دي اللي بنقولها، إن إحنا رشا لما جينا نقضي على الإرهاب في الفترة اللي فاتت معاهدة كامب ديفيد، ودي معاهدة دولية ما نقدرش نخالفها أبدا، ما كنتيش تقدر تطلعي طيارة أباتشي تضرب إلا ما تستأذن من الإسرائيليين. نعم. الدبابات بتاعتك والمدرعات ما تقدرش تخش رفح إلا بإذن من الإسرائيليين. فهمتني؟
فعشان كده النهارده لا، النهارده الموقف اتغير. المعركه الرابعه ان احنا قواتك المسلحه المصريه موجوده فين؟ موجوده في سيناء لحد خط الحدود بلدنا ارضنا، يبقى احنا بنتكلم فيها. طيب برضو انا بيهمني، يمكن احنا يعني انا كجيلي وفي اجيال بعديه عاشت ده وحست باللذه دي، بس دكتور سمير خليني اقول لحضرتك انه الاجيال الجديده في كتير قوي بيشككوهم في حاجات كتير، بيشككوهم في نصر اكتوبر، بيشككوهم في اتفاقيه السلام، بيشككوهم في ثوابت بقت عندنا كمصريين، وبيلعبوا بالتاريخ. خليني اقول بيلعبوا بالتاريخ، يمكن دي النقطه المهمه بالنسبه لي، لان حضرتك عاصرت وعشت الكلام ده. بص يا مدام عاشه، ده لدرجه ان الناس قالت دي تمثيليه بالظبط. يعني انا يعني حزينه، الواحد بيزعل، لان اكبر انتصار عملته العسكريه المصريه كان انتصار حرب 73. احنا بنعترف ان في 67 كان في هزيمه، رغم ان هيكل الله يرحمه سماها نكسه، انما لا هي ما كانتش نكسه، هي اسمها هزيمه بس عشان ما تبقاش تقيل على الشعب المصري. احنا اتهزمنا في 67، فقدنا كل سلاحنا، لكن العظمه بتاعت هذا الشعب وهذا الجيش ان بعد ما فقدت كل حاجه، انا انسحبت من سينا زي ما قلت لك ورجعنا غرب القناه. كانت اسرائيل في الفتره دي كان ممكن تعبر قناه السويس وتهدد القاهره، تخيلي، بس الناس مش حاسه بالكلام ده. بعد 67، بعد يونيو 67، ويمكن ما فيش، ما عداش شهر على 5 يونيو، يوم 1 يوليو 67 معركه راس العش. الاسرائيليين ما كانوش خدوا بور فؤاد، خدوا سينا كلها الا بور فؤاد. فتحركت قوات اسرائيليه، سريه دموشاه، ميكانيكو، سريه دبابات، رايحين يحتلوا بور فؤاد. ما كانش عندنا قوات. طلعت سريه فصيله ساق، عدت راس العش قبل بورسعيد ب 15 كيلو. 30 عسكري بالار بي جي. معركه 7 ساعات. على الارض، احنا في الدفاع لازم نبقى في خندق، دول على وش الارض مع قوى اسرائيليه 7 ساعات، دمرت القوى الاسرائيليه ورجعت تاني. ده كان اول بارقه نصر لنا في حرب لس، قلنا يس وي كان دو زي ما اتقالوا. بنينا الدفاعات وبنينا قواتنا. النهارده تعالي شوفي اللي بيقول لك بيشكك. تعرف انا درست في انجلترا، وبعد ما درست بقيت مدرس واخدت في امريكا. تقعدي تسمعي احنا غيرنا مفاهيم كتيره في العقائد العسكريه في العالم. شوف الحرب الروسيه الاوكرانيه بقى لها سنه، ما استفدناش منها غير نقطه واحده، ما فيش ضربه جويه، بقت ضربه صاروخيه بس. لكن انت لا، ده انت عملت مفاهيم كتيره غيرتيها من هذه الحرب. ايه، الناس ما بتقراش الكتب بس، تسمع وتشنع وانت لا. النهارده انت بعد اغراق ايلات، النهارده نقول ايه، التكتيكات البحريه وتسليح في العالم اتغير بسبب المصريين اللي دمروا واغرقوا المدمره ايلات امام سواحل بورسعيد وهي راقده لحد النهارده. النهارده حائط الصواريخ اللي انت عملتيه غير مفاهيم الدفاع الجوي في العالم. اسرائيل عندها تفوق جوي واحنا ما كانش عندنا، ولكن منعناها انها تخش وتهاجم قواتنا في العبور. ان احنا هاجمنا المشامر، عمر المشامر في العالم بتهاجم من غير دبابات، احنا هاجمنا ودبابات. ولذلك انا حضرت مؤتمر في انجلترا على اسلوب الدفاع المضاد للدبابات في عمليات غرب اوروبا. فاحنا غيرنا المفاهيم، لا، حرب اوروبا عظيمه والناس كلها عارفه احنا عملنا ايه، وتدرس لحد النهارده. شوفي 50 سنه عدت وفي كل دروسنا والله العظيم يا رشا، انا كنت في كليه كامبلي، كل محاضره تخلص وبعدين ميجر في كتراميه اسرائيل، ميجر فرج، يس، قول لنا كيف حقق المصريين ده وده في الحرب. لا لا لا، حرب عظيمه، الناس بس تقرا بره اتقال علينا ايه. طيب الحرب العظيمه دي، خليني اتكلم على الدبلوماسيه المصريه. الدبلوماسيه المصريه كان ليها دور رائع جدا 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 ما بعد الحرب. بصي، الدبلوماسيه المصريه دايما في كل حته، ممكن برضو نشوف قبل الحرب. قبل حرب اكتوبر 73، الرئيس سادات في شهر يوليو قعد في برج العرب وجاب قاده القوات المسلحه، هيئه العمليات، يعرف الخطه ايه، قائد اعلى. فهو قاعد كان في عقيد احمد نبيه ماسك الخداع الاستراتيجي، ازاي هنخدع اسرائيل في الحرب. فبيقروا الخطه، الخداع، قالوا فندم احنا هنهاجم في رمضان، فهم مش متوقعين قبل رمضان بحوالي 15 يوم هنعلن فتح العمره للضباط وعائلاتهم، فهناك اسرائيل الله هيهاجموا ازاي، دول عاملين عمره للضباط، حاجات زي كده.
وقال له فندم عايزين نستغل سيادتك والدبلوماسية المصرية. قال له انا؟ قال له اه. قال له عايزينك تبعت رسالة لاسرائيل ان احنا مش وبعدين لو احمد نبيه الله يديله الصحة لسه موجود، هم البقية الوحيدة اللي في نهاية العمليات، انا كنت رائد هو كان عقيد ايامه ولسه يعني ربنا يديله الصحة يا رب، عنده حاجة 90 سنة. فقال له يا فندم انا عايز حضرتك تبعت رسالة لاسرائيل من خلال امريكا. قال له ازاي؟ قال له هنري كيسنجر كان وزير خارجية امريكا، كان هو ستار لحد النهاردة، عنده 100 سنة السنة، عراب السياسة، عراب السياسة العالمية، برافو عليك، عنده 100 سنة السنة دي. فقال له ازاي؟ قال له تقنعه. فسادات عمل ايه بقى؟ راح جايب احمد حافظ اسماعيل مستشار الرئيس الامن القومي وقال له كلم كيسنجر وتعمل معاه مقابله، مش ميتنج، اوفيشال ميتنج، ما تقعدوش في المكتب ومعاه طقم هنا وطقم هنا. قال له انا عايز اتعشى معاك في نيويورك. قال له اوكي. نزل اتعشى معاه في المطعم وقال له السادات بعت يقول لك احنا قرفنا 6 سنين مش عارفين نحارب وما فيش حرب ولا سلم، الروس ما ادوناش سلاح نهاجم بيه، وعشان كده انا طردت، انت عارف ان الرئيس السادات طرد الخبراء الروس قبلها بسنتين وده من اعظم قراراته، والرئيس السادات طلب الخبراء الروس ما عادش عندنا غيركم، فارجوك حل لنا المشكله، مش عايزين حرب، مش عايزين نحارب، شوف اي طرديه مع الاسرائيليين واحنا هنوافق عليها. طبعا كيسنجر اليهودي تاني يوم الصبح كان بيبلغ الكلام ده لمين؟ لاسرائيل. ولذلك يوم 6 اكتوبر الصبح لما الكنيست اجتمعت ويقولوا لها ده في حشود مصريه، جولدا مير تقول لهم لا ده كيسنجر قال لنا السادات مش هيحارب. شفت بقى برضو انا عارفش ان احنا دهاء، ده دهاء، دهاء الدبلوماسيه، مش هنقول بقى فلان راح واتكلم، لكن شوفي عظمه ودهاء السياسه المصريه والله يرحمه السادات. يعني السادات ما نفسه لك ايه بطل الحرب والسلام، قرار حرب وقرار السلام، لكن طرد الخبراء الروس انا بعتبرها كانت نعمه. عارفه لو كانوا الخبراء الروس قعدوا كانوا بقى مش حلو تمثيليه، ده الروس اللي حاربه والروس اللي خططوا، انت فاهمه؟ لكن لا لا، حقيقي الدبلوماسيه قامت بدور كبير جدا حتى في التخطيط لحرب اكتوبر. طيب ده هيخليني اتكلم برضو على زياره القدس اللي هي كانت قبل اللي هي مهدت تقريبا للاتفاقيه. بصي زياره القدس دي قلبت الدنيا في العالم الصراحه، وخلت السادات يعني زي ما اتقال عليه في امريكا، بس الناس مش حاسه بقيمه اللي بنعمله. السادات في يوم من الايام قالوا في امريكا لو رشح نفسه رئيس امريكا كان هيكسب، رئيس امريكا، لانه ادى صوره جميله للعرب والمصريين، احنا مش طوح حرب دايما، احنا عاوزين ناخد حقنا بالسلام، انت حاضر هنجيلك لحد عندك. ده طريقه الكفن، انت عارفه في الطرف الصعيد باجي بجيب كفني واقول له خلاص هو ده يعني قليل. فلما عمل دي كانت اولا كبرت المصريين جدا وكبرت السادات، السادات كان اول رئيس اجنبي يطلع على صفحه النيوز ويك ويقول لك بطل السلام وبطل، فادت لمصر صوره كويسه جدا. ورغم ان كل الناس عرضوه، انا كنت طالب في لندن والله العظيم، كنت بعد اشوف التلفزيون وياسر عرفات قاعد بيشتم في مصر وعيلته قاعده في مصر، يعني هو بيشتم في مصر لكن عيلته قاعده في مصر، لو كانوا سمعوا كلام السادات النهارده ولو كانوا جم قعدوا في مينا هاوس والعلم الفلسطيني مرفوع قدام اسرائيل وكان هيدوا للضفه الغربيه حكم ذاتي، النهارده الضفه الغربيه بتضيع يا رشا مننا المستوطنات، احنا كمان 10 15 سنه مش هيبقى في ضفه، هتلاقي كلها مستوطنات والفلسطينيين مش لاقيين بيت يقعدوا فيه، انت فاهم؟ لو كانوا سمعوا هذا الكلام بتاع السادات ما كناش وصلنا لكده. فعشان كده القضيه الفلسطينيه قضيه الفرص الضايعه لانها ضاعت منهم. فحقيقي كانت زيارة الرئيس سادات للقدس حادث فارق، احنا ربنا بيرزقنا زي ما قلت مرة في حواري مع سيادة الرئيس، ربنا بيرزقنا بقادة حقيقي في كل العصور مصريين بيحبوا البلد ويدوا كل حاجة لهذا البلد. واحنا يعني اعتقد ان دلوقتي بعد مرور السنين احنا من اوائل الدول اللي عملت اتفاقية سلام مع اسرائيل، ودول عربية كتيرة قاطعت مصر والنهارده هي اللي بتعمل السلام حقيقي حقيقي. طيب عايز اخد من اخر جمله حضرتك قلتها ان مصر يعني ربنا بيهبها العديد من القاده، خليني اقول انه الحمد لله احنا دلوقتي برضو عندنا قائد، لان انا خليني اقول ان سينا تم احتلالها بشكل اخر الفتره اللي فاتت يعني بالمنظور الحديث طبعًا. كان هناك احتلال طبعا، احتلال طبعا، هناك ربنا ادانا قائد برضو، هذا القائد قدر انه يحرر سينا اللي احنا بنحتفل دلوقتي بالذكرى 41 لعودة سينا، قدر انه يحرر سينا بعد سنين برضو المصريين
عاشوها كانت ايام صعبه. لو تقول لنا عن سيناء والاحتلال الجديد وتحرير سيناء الجديد. بصي، هو الرئيس السيسي لما تولى المسؤوليه، ابسط مثال، كان في 2000 نفق بين سيناء وبين غزه، 2000 نفق. تخيلي الولاد بتوع الارهاب اللي كانوا بيتعوروا كانوا بينزلوا في الانفاق ويروحوا غزه يتعالجوا. كان في غزه وزاره اسمها وزاره الانفاق. انا بس بفهمك احنا كنا مستباحين ازاي. انا كنت في العريش قريب، وحتى كتبت مقال الاسبوع اللي قبل اللي فات في الاهرام عن زياره العريش. العريش كانت تقعدي مع الناس من الساعه 5 حظر تجول، لو نزلت الصبح انفجارات، لو مشيت على الطريق انفجارات. حقيقي احنا عشنا فتره من الصعب على مصر في هذه الفتره، ان كانت سينا كلها مستباحه. خشوا على جامع مصلين ويضربوا الناس، خشوا على الناس بيفطروا على سكن ساعه الفطار وذنبه ذنبه ايه العسكري اللي جاي امه ربيته وعلمته وسلمته للجيش وقالت له روح دافع عن بلدك. عارفه لو بيدافع ضد الاسرائيليين واستشهد اقول له اه، لكن انتوا جايين تموتوه ساعه الفطار. فحقيقي معجزه ان احنا قدرنا ان احنا، ودي قصه طويله. لكن المشكله بعد كده بقى دلوقتي، اما تقولي برضه سينا رجعت لينا. الرئيس السيسي قال نقول ايه استراتيجيه عشان نامن سينا الفتره اللي جايه، لو جبنا جيش العالم مش هتقدر تامنها. امال ايه؟ التنميه. وبدانا تنميه سينا. الله يرحمه الجنزوري لما كان موجود كان بيسمعني بقول كده، كان بيزعل سمير بيكلمني احنا عملنا. ايوه يا فندم عملنا، بس مش بالقدر الكبير دلوقتي. سينا احنا قلنا في اسيا ومصر في افريقيا، عشان تربطي دول في بعض كان لازم تعملي اول حاجه اتصال، فاتعملت الخمس انفاق والكوبري. فالنهارده بقت سينا. انت كنت الاول تقعدي عشان تتنقلي من هنا وتروحي سينا تقعدي 5 ساعات المعديه وتستني الكونفوي بتاع الماء يقف ويتحرك. النهارده انا كنت الاسبوع اللي فات بقولك في العريش، وصلت الاسماعيليه، دخلت انفاق تحيا مصر، 5 دقائق 6 دقائق كنت الناحيه الثانيه. وانفاق على اخر تكنولوجي مين عاملها؟ المصريين، العلماء المصريين، المهندسين المصريين، الشركات المصريه. فانت اول حاجه وصلت سينا بالوطن الام الى الانفاق. بعد كده بقى تنميه سينا. عملت النهارده 3 مصانع اسمنت في سينا. عملت محاجر الجفجافه بتاعه الرخام. الرخام كنا بنصدر قبل كده البلوك زي كده مثلا، ما انا بقول كام سنه عشان ما حدش يمسك عليا، المتر بدولار، تبعتيه بره تستلميه تاني ب 9 دولار المتر متقطع ومتسقط. فالنهارده انت عندك مصانع في الجفجافه بتطلع رخام احسن من الرخام الطلياني، والله ما ببالغ. واطلعوا شوفوا الكلام ده يا جماعه. انت عملت النهارده، عملت 400 الف فدان جديد شرق اسماعيليه، وعملت اكبر محطه تحليه بتاعه بحر البقر في العالم، اللي هي معالجه ثلاثيه، بتخلي ميه مياه صرف الصحي، مياه صرف الزراعي، بتصنعيه وتزرعي. طب ال 400 الف دول هتجيبي ايه؟ 1 أو 2 يعيشوا فيها. صحيح. فاذا انت بتبني مستعمر مع جديد. البدو بقى، البدو كانت مشكله طبعا. ايام زمان كانوا بيعملوا ايه في مصر؟ وعشان كده كان الدكتور الجنزولي زعلان مني، قال لي عملنا قرى بدو. البدو قرى بدويه، البدو عايز ميه وعايز زراعه ورعي. فجاء الرئيس السيسي هو مدير المخابرات استلم سينا، قال لا انا هعمل القرى البدويه، احفر البير الاول اطلع ميه، وبعد كده ابني حواليه الايه؟ القريه. بيت للاسره البدويه، وبعدين اديله 9 فدان يزرعهم، واعمل مدرسه فصل واحد ووحده صحيه. السنة اللي جاية هنكمل توطين بدو سينا بالكامل في سينا. حاجة تانية بقى نكملها يعني نخل والتمد والحسن، كون دي كانش فيها مدارس ثانوي، اتعملت مدارس ثانوي. السنة اللي فاتت طلعت أول دفعة، الرئيس سيسي أمر يخش كلية حربية، كلية الشرطة، يخش حقوق عشان يطلعوا كلا نيابة، الطب، الهندسة. دي أحلى دكتور سامي، لا عايز أقف هنا. يخشوا كلية حربية؟ أيوة. كلية الشرطة؟ أيوة. دي كانت مشكلة. ما احنا لا تحديدا. ايوه طبعا كلامك صح، وكانوا الاول ممنوعين وممنوعين، ودي كانت مزعله البدو طبعا، مزعلاهم. احنا مش مصريين زيكم يا جماعه. برافو عليك، هي دي النقطه برضو مهمه. برافو عليك، الله ينور عليك. فاحنا النهارده بنخش كليه الشرطه، والسنه دي يعني في اخر احتفال كان في طلبه من الكليه الحربيه والشرطه من بدو سينا قاعدين بيحضروا الاحتفال مع الرئيس. انت 4 5 سنين هتلاقي ولاد دول هم اللي راحوا بيخدموا. فانت لما تكوني شيخ قبيله ولا بتاع، وابنك بقى ظابط وبقى مهندس وبقى وكنيابه، يبقى انت رجعتي البدو دول لنسيج مصر. صح صحيح. فدي كانت لفته رائعه
ان بدو سينا النهارده بقوا من نسيج هذا المجتمع. النهارده الجامعات، انت عملت جامعه في شرق بورسعيد لاهل سينا، جامعه سينا في الاسماعيليه. انا كنت برضو من شهرين انا والدكتور مفيد شهاب بنحضر احتفال طابا في جامعه الملك سلمان في جنوب سينا. انا مش مصدق، ولما قعدت مع رئيس الجامعه قال لي كل الاستاف الاداري 90% من ولاد سينا، الباقي لان يعني الخبره الكبيره لازم نجيبه من مصر الاول لحد ما يكبروا. اول ما يتخرجوا الفتره اللي جايه هيبقى بي عندنا معيد ومدرس مساعد، كل ده لصالح سينا. مين العريش؟ كان اربع مراكب، النهارده هيبقى 24 وست رئيس. في اخر مؤتمر قال لا هنخليه زي مينا بورسعيد واسماعيليه. فالطرق اللي اتعملت جديده هناك، مطار العريش كنت مع شوشة المحافظ وقال لي السنه الشهر اللي جاي او اللي بعده مطار في العريش، ما كناش نقدر نعمل الكلام ده زمان برضه عشان اللي هي المعركه الرابعه في مطار في العريش. بحيره البردويل انت طورتيها، احسن خمس بحيرات في العالم بحيره البردويل بتطلع سمك. اسرائيل قعدت ست سنين في سينا ما فيش سمكيه راحت اسرائيل، كله بتصدر بره. النهارده لو رحت البردويل، كان الدكتور نور بيكلمني بيقول لي احنا رحنا مع كليه الزراعه، رحنا الساعه 11 ما لقيناش سمكه، لان كل بتصدر على لانها روبا. من انقى البحيرات، انقى في العالم. بقول لك من خمس صحيح. من خمس بحيرات عندهم، البوري البرد والدينيس والجمبري، الدينيس والجمبري والسمك الموسى. فانت كل ده عملتيه لصالح ايه؟ سينا. بكل الكلام ده بقى انت نميتي سينا وتنميه، ما تبقاش بقى معبر بقى زي الهكسوس ما جود. لا النهارده روح العريش، انا رحت العريش مش مصدق، رحت اول ما اتخرجت دوبك بيتين ومطعم واحد وسينما واحده. النهارده شفت ساحل العريش ده تحفه، لانه الوحيد الساحل في مصر اللي كله نخل، نخيل زي ميامي في الولايات المتحده. لا العريش كده بقى، ورحنا وتعشيت واتغدينا السمك المشوي البوري على لا لا لا. وبعدين ما فيش بوليوشن، وبعدين عاملين ثلاث اربع قرى سياحيه هناك، حقيقي حاجه تفرح. منطقه سياحيه، منطقه سياحيه، فحقيقي حاجه تفرح. النهارده شوف قال لي الصرف الصحي داخل بالكامل، ميه داخل بالكامل في كله، العريش ورفح والشيخ زويل انت فاهمه. فانت استعدتي سينا مش بالكلام ولا بالاغاني، لا انت استعدتيها بالتنميه، واصبح المواطن السيناوي هو يحس انه جزء من شعب مصر. الفتره اللي جايه هتلاقي كل تصدير اسمنت لتركيا وسوريا بعد الزلزال كله جاي منين؟ مصانع العريش. طيب هل الـ 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 يعني عايز اقول المواطن المصري العادي اللي متعود انه يعيش جنب النهر ممكن انه ينتقل؟ احنا عايزين سينا تتعمر بينا، يعني نبقى موجودين مش بس اهلها البلد. ما انت عامله 400 الف فدان، يعني نص مليون فدان تقريبا، هيتزرعوا منين؟ هيجي الفلاحين بتوع الدلتا. النهارده الدلتا ضاقت علينا، البوبوليشن التعداد زاد، فانت بتنقل السكان بتوعك هناك، انت فاهم؟ المدن الجديده نسيت اقول لك، الاسماعيليه الجديده، بورسعيد الجديده، كل ده مدن. انت كنت تمشي والله العظيم يا رشا، اول ما اتخرجنا انت كنت تطلع من القنطره للعريش ما تشوفيش صريخ بيومين، يا دوبك بنت بترعى الماشيه والابل لحد ما توصل لعريش. انا رحت المره فاتت، ايه ده؟ مزارع الزيتون، مصانع الزيتون العصر، انت فاهمه؟ لا ده اجود، ما اجود زيتون. انت عارفه ان احنا ضربنا اليونان واسبانيا في زيت زيتون نقي، اللي هي الانجريدينت تلاقيه هو انقى زيت في العالم. صحيح. يعني وبالمناسبه مصر السنه دي طلعت الاولى في تصدير التمور لا وكمان البرتقال، احنا عدينا اسبانيا السنه دي، فالحمد لله الدنيا الحمد لله. طيب بكل اللي قلناه ده، يعني عايزه اطمن، هي اطمن واطمن كل الاهلي وناسي واصحابي والمواطنين كلهم، هل سينا في امان دلوقتي؟ خلاص ما نبقاش خايفين من حاجه تانية، يعني برضو بعد كل اللي احنا بنعمله ده عايزين بقى نبقى مطمئنين. طيب بصي برضو عشان نكون امين، قضينا على الارهاب، قضينا على الارهاب، ولكن احنا بنسميها كعسكريين بقى اسمها فتره كمون. هل الناس دي كلها قضينا عليهم؟ لا طبعا، في ناس موجودين والناس دي بياخدوا تمويل، فانا باخد منك تمويل وانا ارهابي وعايز اثبت، فممكن تلاقي بكره الصبح عمليه تتم تمام، مفيش مشكله. انما احنا كارهاب اتقضى عليه، مراكز الغاده تم تدميرها. ده رشا كان عندهم مراكز اعلاميه، كان بيعمل مكن مونتاج ويجيب صور موجوده في سوريا وفي العراق ويركبها ويقول دي مصر. الكلام كله اتلغى، مصادر التمويل تقريبا جفت، لان احنا في يوم من الايام لقينا شيك ب 10 مليون جنيه استرليني معاهم، فده جاي منين؟ من لندن. فيعني بالعلاقات الدبلوماسيه والامنيه قدرنا
نسيطر على الكلام ده. لكن مش معنى، لكن ممكن، عشان ممكن حدش يقول لك انت قلت كذا، ده ممكن الاقي بكره الصبح حادثه. انما من ناحيه الارهاب احنا قاضين عليه. والنهارده احنا يعني، انا كنت في احد الدول في جنوب شرق اسيا قريب، الناس جايه جايبه الخبره في العالم. انا احنا اكتر واحد احنا اتكلمنا، لان عندنا خبره ان احنا قاضينا على الارهاب وعندنا امكانيات. بنعلم وقت دول شرق افريقيا اللي عندهم بقى بوكو حرام والكلام ده اللي موجودين هناك، عندنا خبره. فالحمد لله بنطمن شعب مصر. سينا بقت النهارده امنه، مصر امنه، داخلين بقى في استثمار وتطوير وبنى جديد. ورب بس نعدي ازمات الحرب الروسيه الاوكرانيه بعد الكورونا وتمشي الامور يا رب. طيب يعني عايزك تقول لي كلمه للاجيال الجديده، وعشان يثقوا في بلدهم اكتر، يثقوا في قيادتهم اكتر، يثقوا ويؤمنوا بغلاوة الأرض دي عندنا قد إيه؟ بص يا مدام رشا، عشان نتكلم الكلام ده نفتح الكتاب الجديد اللي طلع في العالم من 5 سنين، وهي حروب الجيل الرابع والخامس. خلاص؟ مش عندنا في مصر، بره. انتروداكشن إيه لك للموضوع ده؟ حروب الجيل الرابع؟ بيقول لك إن المصريين سنة 67 اتهزموا، القوة العسكرية اتهزمت، لكن مصر وقعت؟ لا. ليه؟ عشان شعبها وقف. فقال لك عشان كده الحروب الجديدة مش هتبقى دبابة لدبابة ولا مدفع لمدفع. الحروب الجديدة مين؟ العقل. فلازم تدمري عقل الشعب عشان الدولة تقع. شوف المثل اللي بيتقال عن مصر. فعشان كده بتقول المصريين ايه؟ يا مصريين، انتوا في 67 كنتوا عظام، شعب عظيم. الايام دي احنا بنتعرض بقى لحروب الجيل الرابع والخامس الجديدة، بنشككك في كل حاجة. بقولك الرئيس يقابل بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي السنة اللي فاتت، ده بيقابله ليه؟ ده في ايه؟ تاني يوم ان عملنا اعمل احلى حاجة اتعملت. فعشان كده بقول يا مصريين، انتوا شعب عظيم، وقفتوا بعد 67 مع بلدكم مع جيشكم، وحقق النصر بيكم قبل الجيش. فلازم في الفترة اللي جاية نقف مع دولتنا ومع رئيسنا ومع حكومتنا عشان نعبر الازمة الجديدة اللي العالم كله بيمر عليها، وعشان نكمل المسيرة. احنا بتعمل حاجات في السنين اللي فاتت دي ما حصلتش، صحيح. انت فاهم؟ ونختلف بقى، لا دي عملتوها يا جماعة، لو ما تعملش دلوقتي كانت شد ولا تتعمل بعد 100 سنة. لازم نحط ايدينا في ايد دولتنا، في ايد حكومتنا، عشان نكمل المشوار ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب، طيبة. وكل مصر يا رب دايما بخير وفي تقدم بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج. شكرا. كل سنة طيبة. حضرتك طيب.